ده جزء من الوادي المقدس طوى اللي ربنا قال لسيدنا موسى: يا موسى اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. في رحلة سيدنا موسى من العودة من مدين الى مصر مرة اخرى رأى نور في شجرة، فلما قرب لقي النار دي مش نار، ليها نور او نار بدون احراق. فربنا لما قال له: يا موسى اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، الموضوع كله كان رسالة لموسى عليه السلام أنه من الأنبياء ومن الأصفياء وأنه كليم الله سبحانه وتعالى. دي كانت بداية رسالة سيدنا موسى. المكان كله مكان مقدس، في مقدسات مسيحية، في مقدسات إسلامية، في مقدسات يهودية، فهنا يعتبر مجمع للأديان كاملا. اللي عاوز يجي يشوف عظمة ربنا في تجليه في هذا الوادي المقدس يجي دير سانت كاترين ويتبعه الجبال، ويتبعه جبل سيدنا موسى الذي دك لما ربنا سبحانه وتعالى تجلى إلى الجبل فجعله دكة فخر موسى صاعقة. هنا المكان اللي بيحكي هذه الحكاية المقدسة. سيدنا موسى من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، بني إسرائيل من أكثر الأمم ذكرا برضو في القرآن الكريم، لما لهم من قصص مع سيدنا موسى وحكاية خروجهم من مصر أو دخولهم مصر وخروجهم من مصر، ثم بعد ذلك ربنا حكم عليهم بالشتات في الأرض، ثم بعد ذلك احنا عارفين الباقي اللي حصل وتجمعه في فلسطين والكلام ده كله.